وتخلي بنت خالي فضيحة جديدة ديال العصابة الحاكمة، الكبرانة ديال الجزائر كفسوها واحد الوزير سيدي ما رضاش نقول لهم الكبرانة. واحيانا يقول العدو الغربي لنا دولة الكبرانات، ما رضاوش نقول لهم الكبرانة في خطاب تيقول لهم والكبران هو العارف. الكبران ياك هو العارف ولا لا؟ لا نقول لهم لا راك مغالطين، الجيش نتاعنا ماهوش كبرانات، رئيس الجمهورية نتاعنا جندي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة نتاعنا جندي، وزير الدفاع نتاعنا جندي، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي جندي، قادة النواحي العسكرية جنود، مختلف مدراء الأجهزة الأمنية نتاعنا جنود. والسيد ما رضاش، وهي راه نتوما دولة العسكر، دولة الكبرانة، دولة العصابة الحاكمة في الجزائر التي تحكمها الكبرانة، حنا ما تنهضروش على الشعب الجزائري. هذا هو الاختلاف اللي كاين، حنا كنهضروا على دولة العسكر، دولة الجنرالات، والكبران هو نقص من قيمة الجنرال. باش واحد جنرال تقول ليه كبران، واحد جنرال تقول ليه عارف، تتنقص من القيمة ديالو. أما نتوما دولة العسكر، حنا قلنا لكم ديك النهار ما جايينش غادي نتلعبوا في دولة الكبرانات، لا، نتلعبوا في دولة الكبرانات، دولة العسكر، دولة الكراغيلة، دولة بوكو كلام. هذا الفيديو اللي غتشوفوا اخوتي هو ديال واحد الوزير جزائري. لكن قبل انت ما هشام خضري، خلي اعجاب، خلي اشتراك، خلي التعليق بالقناه، خلينا الراي ديالك. المغرب اولا ولا غالبا الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. واحد الوزير الخوت في الجزائر، في الدوله الهكاويه، الهكاويين شق من الهي شق الحاد، قال لك سيدي حنا كنقولوا لهم الكبرانات، والناس راه تقلقوا، وبدا يبين بانه الكبران هو العارف. داك يبين لذاك الجمهور اللي مجموع عليه تما، هما يصفقوا له فرحانين. انا نوريكم واحد المقطع الخوت، اسمعوا ليه مزيان. جنود من اجل الله يطمع المحتل ان يعود الى ارض الشهداء، او يمس ان يعود الى ارض الشهداء، او ان يمس شبر من الارض التي رسمها، من الجغرافيا التي رسمها الشهداء. هذا الشيء كان قبل ما تمشي الوداد، قبل ما تمشي الوداد كنا كنقولوا الوداد غادي تلعبي في دوله العسكر ودوله الكبرانة. لان علاش؟ لو كان ما كنتوش دوله الكبرانة ودوله العسكر ودوله الجنرالات، ما تنزلوش العالم الوطني، وما تقبلوش بانه العالم الجزائري ينزل غير على ضد ان العالم الوطني ديال المملكه المغربيه يطلع. لكن للاسف شحال هي هذه القبائل كتمنى انها تنزل العالم الجزائري ما يرفرفش، حتى جات الوداد ودارت الخدمه ديالها. راه العقليه الكبرانيه، العقليه العسكريه، العقليه ديال الجنرالات هي الحاكمه في الجزائر، بلا ما تزيد معنا خيل وزير. خيل وزير اسمعوا الخالي، نتوما دولة العسكر، نتوما دولة الكبرانات، بغيتي ولا ما بغيتيش. هذا كيبين لذاك الجمهور اللي مجموع عليه تما، هما يصفقوا له فرحانين. كنقولوا الوداد غادي تلعبي في دوله العسكر ودوله الكبرانه، يعني تبون خطب ساعه ونص وما قال والو. انت سيد الوزير ما قلتي والو، شحال انت كتهضر في هذا الفيديو ما قلتي والو. سمعتي مزيان ولد خالي بنت خالي، هذه هي العقليه ديال الكبرانه، دوله الكراغيله بن كرهول اشرف عقل، دوله العسكر، دوله العارف في المصطلح ديالهم باش يعرفوه، ودوله الكبرانه في بلاد العسكر. في عوض ما يشوفوا المشاكل اللي عندهم حاضينا حنا المغاربه، الوزير اللي خرج كيتهجم على المملكه. المملكه كبيره برجالها، راه ملي كنقولوا المملكه عندها تاريخ، راه عندها تاريخ، راه ازيد من 12 قرن ديال التاريخ، ازيد من 12 قرن ديال التواجد، ممالك دازت وامبراطوريات. المملكه المغربيه التي حكمت من نهر السنغال جنوبا الى قرطاج غربا والى الحدود الفرنسيه شمالا، المملكة المغربية التي لم تتمكن الدولة العثمانية من غزوها، التي كانت تدفع دائما عن القدس، المملكة المغربية التي كانت دائما أمام الغزو الليبرالي الصليبي التي كان رجاله يقف وقفة رجل واحد، حتى سمي أحد أبواب بالقدس باب المغاربة. تكرين من المغاربة الذين شاركوا مع صلاح الدين الأيوبي والذي وقفوا ضد الحملة الصليبية. المغرب دائما في مواجهة الحملة الصليبية، والحملة الصليبية تقودها اليوم ماما فرنسا وحلفاؤها، هذا هو حال المملكة المغربية. لكن لا تضرب بالحجر إلا الشجر المثمرة أو الأشجار المثمرة، هي اللي كتنضرب بالحجر، وهذا هو حال المملكة المغربية، وهذا هو حال الشعب المغربي، وهذه هي حالة المملكة المغربية. حالنا هو هذا، وإن غنبقاو حنا مترسين، غنبقاو بصفوفنا قويين مقويين الجبهة الداخلية، تاع القيادة الحاكمة ديال جلالة الملك نصره الله وإياداه
أمير المؤمنين حامل ملة وذين. ديننا الإسلام ولغتنا العربية والأمازيغية توحيد وتمغربيت وتنوع الثقافة والاختلاف. عملاء المملكة المغربية هذا ما يميزها عن غيرها. ستبقى المملكة المغربية خالدة في وجه جميع عظمات، ستبقى قوية برجال. المغاربة جمعوا وجمعوا لنا الجبهة الداخلية وحدوها على ضد الكراغلة. إلى اللقاء، أتمنى أن نلقاكم على خير. سعيدة.